حول الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي الدكتورة لمى النائلي، أخصائية التغذية. مرحبا بك معنا دكتورة، كل عام وأنت بخير. بداية، هذه الدراسة التي تابعناها في التقرير الذي عرض الآن تنسف جميع النصائح الغذائية التي توصون بها أنتم الأطباء، وعلى العكس تقول أن الإكثار من تناول الدهون مرتبط بانخفاض مخاطر الوفيات. ما هو ردك؟ أكيد طبعاً نحن لازم ناخذ دراسة بكل معاييرها، وما ذكروا هن أنه كان الأشخاص يلي عم يجرى عليهم الدراسة هل كانوا طبعاً متبعين نظام رياضي، نظام نشاط صحي أو لا. طبعاً نحن بدنا نذكر ونقول دائماً الاعتدال هو سر الحياة الصحية، وبالتالي إيقاف تناول الدهون المفيدة والدهون المشبعة إذا وقفنا نحن عن تناولهم هذا الشيء بيكون طبعا شيء جدا خاطئ وضار بصحة الإنسان، لأنه حبة دائما طبعا مثل ما نحن دائما بنذكر وبنقول الدهون شيء كثير مفيد لصحة الإنسان، لكن الدهون المفيدة والقليل من الدهون المشبعة أكيد ممكن ما بتكون ضارة إذا كنا عم نمارس نشاط رياضي مدروس ومناسب للشخص. وبالتالي في عندنا دهون، في عندنا فيتامينات منحلة فقط بالدهون مثل فيتامين A، الفيتامين D، الفيتامين E والفيتامين K اللي هو البوتاسيوم. هذول الفيتامينات إذا ما تواجد دهون ضمن نظامنا الغذائي اليومي والوجبات الطعامية المتناولة يوميا، ما لح جسمنا يمتصهم ويستفيد منهم، وبالتالي حيصير عندنا مشاكل صحية تؤدي للأمراض. إذن الإكثار كالتقليل من الدهون صحي، صحيح؟ أكيد صحيح. طيب برأيك، نعم دكتورة لما برأيك يعني هل السكريات هي أكثر خطورة بالفعل على جسم الإنسان من الدهون؟ السكريات نعم خطرة إذا تم تناولها طبعا بكثرة وبزيادة عن الجسم، طبيعة حرق الجسم. طبعا العلم دائما في تقدم، مشان هيك انا دائما بذكر وبسدد نظام الغذائي العشوائي اللي بيقول انه نحن ناخذ نص صحن نشويات وربعه بروتين ودهون، هذا نظام غير دقيق، دائما العلم والابحاث في تطور. يجب اجراء تحاليل دم وتحاليل جيناتيك تيست كرمال نعرف كيف النظام الغذائي لازم يكون مدروس للشخص. والوجبات اللي هي بتكون يعني النظام الغذائي الموحد لجميع الأشخاص طبعا انقرض، وللأسف كثير من الاختصاصيين التغذية لهلأ طبعا بيكتبوا نظام غذائي عشوائي، هذا كثير خطر. كرمال هيك دائما انا بدي اقول المشاهدين يجب دراسة كل حالة على حدة، وكل شخص نظامه الغذائي يختلف عن الآخر. فقط كي لا نضيع هذه الجزئية دكتورة لما، اليوم الوصفات، وصفات الدايت التي يتبعها البعض ويوقفون الطعام الذي يحوي على الدهون بشكل قطعي وبشكل نهائي، هل هذا صحي؟ هل هذا مناسب؟ الدراسة تقول لا. جدا خاطئ هذا الشيء، وفي كثير أشخاص حتى ما بيوضعوا الزيت على السلطة ظنا أنه هو حيخسر وزن أكثر. كل الدراسات أثبتت نحن إذا حطينا دهون صحية على نظامنا الغذائي لح يصير عندنا خسارة وزن أسرع، وخسارة الدهون اللي بنسميها الفيزر الفات أو دهون البطن أو دهون الأحشاء هي اللي بتسبب الأمراض. طبعا الدهون والزيوت النباتية هي دهون صحية، صحيح؟ بكل تأكيد، لكن كل ما نحن أخذنا كمية أكبر صار أي شيء صحي بيصير ضار، وبالتالي لازم ننتبه. طبعا نرجع على كلامك، الاعتدال معناها تماما. هون دراسة سيدة كريم كانت عم تحكي عن الدهون الضارة وغير ضارة، وبالتالي بدنا نقول نحن القليل من الدهون الضارة إذا عم نعمل نشاط رياضي ما لا هي المشكلة الكبيرة. ونحن بكرة إن شاء الله كل عام والجميع بخير، لا مانع من تناول قطعة أو تعسين حلو عربي ومعمول جميل. هون كنت بدي أسألك دكتورة لما، يعني العيد وبتعرفي أجواء العيد في مجتمعاتنا العربية، نصائحك في دقيقة واحدة لتلافي أي مخاطر ربما قد تنجم عن تناول كميات كبيرة من الحلوى أو الوجبات الدسمة على موائدنا؟ بدي طبعا دائما نذكر الاعتدال، لأنه نحن بكرة عندنا غدا العيد عند الجميع والحلويات،
ما نبالغ فيه، شرب القهوة والشاي كمان مشان ما نطلع من العيد وعنا مشاكل بالمعدة وقرحة وارتجاع بالمعدة، وبالتالي مو كل بيت منزوره منتضيف كل صحن الحلو وكل نشرب كل المشروبات، نصه طيب. ندير بالنا. طيب تفضلي. وكثير مهم كمان لغدا العيد ما نبالغ بتناولنا طبعا كمية كبيرة من اللحوم والدهون على غدا العيد، وبالنهاية طبعا مو من أول النهار لآخره، نحن بكرة عنا بريك وفري، عنا بكرة فري ميل وليس فري داي من أوله لآخره. وعيدكم سعيد إن شاء الله. كل عام وأنت بخير. شكرا جزيلا دكتورة لما النائلي، أخصائية التغذية، متحدثة إلينا مباشرة عبر الهاتف من دبي.